مشاهدي الأعزاء، استسمحكم الانتقال معنا إلى ولاية نابل عاصمة الزهر والنسرين لنزور مركز الصناعات التقليدية. هو مجمع خاص بالمهن التقليدية يضم تقريبا كل الصناعات اليدوية وكذلك الحرفية. ففي هذا الفضاء سنجد قسم خاص بالرسم على الآلات والأدوات الفخارية. هذا إلى جانب قسم آخر خاص بالحلفة وبصناعتها وتحويلها إلى أشياء يمكن أن نستعملها في البيت. الزربية تحظى بمكانة خاصة لدى التوانسة، ولذلك سنجد هذا القسم الذي يعنى بتعليم صناعة الزربية. صناعة التتريس، وفي العادة فإن هذا القسم تهتم به السيدات المقبلات على الزواج. النقش على الحجارة، ونجده بكثرة في منطقة نابل وخاصة دار شعبان الفهري. أما الآن فسنمكنكم من كوكتيل متنوع من هذه الصور الجميلة والبديعة لتتعرفوا على مدى القيمة الفنية لمثل هذه المشغولات، وكذلك تتعرفوا على البرعات اليدوية التونسية. هي بحق تحف جميلة يمكن أن نزين بها المنازل وكذلك نهديها للبعض من الزوار.